السلام عليكم. في سورة سيدنا يوسف كان في آية مؤثرة جدا بتقول فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، وفي نفس السورة سيدنا يعقوب وتولى عنهم، وفي سورة ستنا مريم قالت فلن أكلم اليوم إنسية. في بعض المواقف بيبقى أنت عندك كلام كتير عايز تقوله واللي قدامك ما بيفهمكش، مهما تحاول تقوله مهما تحاول تعدله ما بيحسش بيك، اللي في راسه في راسه. في ناس كتير قوي مش هيحسوا بالوجع اللي موجود في قلبك، مش هيحسوا بالدموع اللي بتنزل من عينيك، فبالتالي ما تحاولش تتعب نفسك وتحاول تبرر لهم موقفك او تشرح لهم، لان هم مش هيفهموك. والحاجة التانية انها هتضيف عليك انت ألم زيادة، الألم الاولاني اللي انت واقع فيه، والألم التاني ان انت بتحاول تقنع شخص بيه هو مش فاهمه اصلا. فأفضل شيء ان انت تخليها في نفسك، وأفضل شيء اللي هيحس بيك رب العالمين، هو اللي هيحس بيك وهو اللي هيطلعك من المحنة ديت. في ناس كتير قوي بيقعوا في مشكلة وبتلاقي مشكلتهم على لسان كل الناس، وهو بيحاول يعمل كده عشان يحاول يلاقي الحل، مع ان ممكن يكون الحل قريب منه والحل ممكن يكون جنبه بس هو مش شايفه. الحلول موجودة في الدنيا بشكل كبير، بدليل ان من اول ما اتخلقت الدنيا دي لحد يومين هذا الحياة لسه مستمرة. فما تفتكرش ان المشكلة اللي انت واقع فيها عشان تشرحها لحد يفهمك وهو ما بيفهمكش هتلاقي نفسك انت بتضيع وقتك وبتحط ضغط عليك اكبر واكبر. افهم كده كويس، لو انت عندك مشكلة ممكن تروح لحد يساعدك يحللك مشكلتك. هوضح الصورة دي بالظبط، مش هيحللك مشكلتك، هيوضح لك صور ازاي انت تقدر تحل مشكلتك، لان ربنا سبحانه وتعالى ان قال لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انا ما معيش عصايه سحريه ان انا مجرد اخبطك بيها حياتك تتغير، انا ممكن اوريك الطريق بس لازم انت تمشي في الطريق. افتكر كده كويس وما تبوحش بكل الحاجات اللي جواك لاي حد عشان انت ما تنجرحش. الناس اللي بيجي عليهم فترات في حياتهم بيبعدوا عن الناس بشكل كبير لان هم عرضوا حياتهم لناس كتير قوي وقالوا كلام كتير من جواهم ولقوا رد الفعل جواهم ان في جرح بيجيلهم، عشان كده خدوا قرار ان هو يبعدوا عن كل الناس. لا، خليك مع الناس، تواصل معاهم، لكن الحاجات اللي بتمس مشاعرك اللي قدامك ما يحسش بيها ما تحاولش تخش في تفاصيل فيها عشان انت ما تتأذيش. وافتكر ان ربنا سبحانه وتعالى قالك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سلام.